ثلاث أمور عليها أن تتحقق قبل البدء بالرقية الشرعية. أولاً، الاعتقاد أن الرقية تنفع بإذن الله، أما أن تجرب الرقية على أنها نوع تجربة، إن أصابت فبها ونعمت، وإلا جربنا أمراً آخر، أو أن ترقي نفسك وأنت غير واثق بكلام الله وبأدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن تستفيد شيئا. ثانيا، أن تكون عالما متفكرا بما تقرأ. ثالثا، أن تعمد إلى الرقية بعد التوبة. أما أن ترقي نفسك وأنت موغل في المعاصي فلن تستفيد بها. قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإذا كنت من الظالمين لن يزيدك القرآن إلا خسارة، فتوب قبل أن تشرع في الرقية. ثلاث أركان قبل الدخول للرقية.